هذا واستكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مراسم استبدال ثوب الكعبة المشرفة، والذي بدأت فجر اليوم الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة. فجر التاسع من شهر ذي الحجة تحتفي الكعبة المشرفة بمراسم تزيينها باستبدال كسوتها القديمة وإلباسها الكسوة الجديدة في مظهر من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام، حيث ارتبط تاريخ المسلمين بكسوة الكعبة المشرفة وصناعتها التي برع فيها نحو 160 فنياً وصانعاً من أكبر فناني العالم الإسلامي الذين تسابقوا لنيل هذا الشرف العظيم. كسوة الكعبة هي قطعة من الحرير الأسود المنقوش عليه آيات من القرآن من ماء الذهب وتكسى بها الكعبة، حيث يعد تغيير الكسوة من الشعائر الإسلامية واتباعاً لما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده. وجرت العادة أن تستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام بعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفة، حيث يتوافد أهل مكة إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة ومتابعة تولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة واستبدالها بالثوب الجديد، استعداداً لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.